بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال في كتابه الداء والدواء: فصل. ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو له لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب لهم الحبائل وبغى لهم الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له إهبته ونعد له عدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعدد العواقب الوخيمة والمضار العظيمة التي تترتب على الذنوب والمعاصي، فذكر هنا في هذا الفصل أن من عواقب الذنوب أن المذنب يفتح أو يجعل من ذنوبه مددا للشيطان عليه، ومدخلا ومعونة، يمد بالذنوب عدوه الشيطان. ولهذا تعد المعاصي والميل لها من الأبواب التي تنفذ منها الشياطين، حتى تؤز فاعل المعصية إلى فعلها أزى. أما العبد الصادق مع الله العظيم، الالتجاء إلى الله، المتحصن بذكر الله ودعائه جل في علا، فإن الشيطان ليس له عليه سبيل ولا يجد منفذا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ولهذا فإن المسلم كلما كان أعظم عناية بالذكر والعبادة والطاعة والاستغفار واللجوء إلى الله، كلما كان ذلك حصانة لنفسه ووقاية من الشيطان الرجيم. وإذا دخل في الذنوب كأنه بدخوله في الذنوب قد أمد الشيطان بالمدد الذي يعين به الشيطان على نفسه، ويسلط الشيطان به على نفسه، ويجرئ الشيطان على نفسه. فهذا من عواقب الذنوب، من عواقب الذنوب العظيمة، أنها مدد
من العاصي يمد به الشيطان ويجرئ الشيطان على نفسه. ثم سيفصل ابن القيم رحمه الله تعالى في عداوة الشيطان للإنسان القديمة العظيمة المستمرة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه العداوة عداوة قديمة ومتجذرة ومستمرة، وهي في غاية الخطورة على الإنسان، لأن الشيطان لا يزال يحيك الخطط والسبل والمصائد التي يحرف بها هذا الإنسان عن صراط الله المستقيم، ويضم بها هذا الإنسان إلى حزبه، حزب النار وبئس القرار. وإذا فعل العبد المعاصي يكون بذلك سلط هذا الشيطان على نفسه وأمده بمدد معونة منه على نفسه. نعم. قال: ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلغوا قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها. نعم، يعني الآن يصور، وسترى الآن كلام عظيم جدا، يصور الحال التي بين ابن آدم وبين الشيطان كأنها معركة، وهي معركة، معركة قائمة. والله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بأنه عدو، وأمر العبد بمجاهدة هذا العدو، ولهذا من أعظم الجهاد جهاد الشيطان بالعمل على السلامة من مصائده وكيده وشروره والتحصن منه وسد الثغور والمنافذ التي يدخل منها الشيطان وإغلاقها. فالذي بين ابن آدم والشيطان حرب، حرب مستمرة، والعداوة عداوة الشيطان لابن آدم عداوة قديمة ومتجذرة ومستمرة ولا يتوقف، ويأتي هذا الإنسان من كل جهاته: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالآن سيعرض ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الحرب والعداوة بين ابن آدم والشيطان، وما الذي يعمله الشيطان في هذه الحرب، وما هي الخطط التي يحيكها، وبالمقابل ما الذي ينبغي على ابن آدم أن يفعله لينجو ويسلم. قال: وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها. يقول إن هذا الجهاد والمعركة التي مع الشيطان ليست معركة في يوم من أيام الإنسان أو شهر من شهوره أو سنة من سنوات عمره، بل هو جهاد العمر. فمطلوب من العبد هذه المجاهدة، مجاهدة الشيطان، إلى أن تخرج روح هذا الإنسان سليما معافى من هذا الشيطان، فهو جهاد مع هذا الشيطان مستمر، لأن عداوة الشيطان مستمرة ولا تتوقف، لا تتوقف مع كل إنسان إلا إذا مات، إلا إذا مات، وإلا هي غير متوقفة. نعم. قال: واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه،
سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز وأعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. قال فلينظر إلى المشتري من هو، إن الله اشترى، المشتري الله سبحانه وتعالى، والثمن المبذول الجنة عرضها السماوات والأرض، والذي ومن جرى على يده هذا العقد الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ لدين الله وشرعه صلوات الله وسلامه عليه، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح من هذه التجارة. قال ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم، يعني قبل هذه التجارة والصفقة الرابحة وما ذكره الله سبحانه وتعالى من الربح والغنيمة العظيمة لمن دخل في هذا البيع وفي هذه التجارة الرابحة وكان من أهلها، ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي هذه الآية صفات هؤلاء الرابحين، صفات هؤلاء الرابحين. قال جل وعلا التائبون العابدون السائحون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه الصفات هؤلاء الذين فازوا بهذه التجارة وغنموا هذا الربح العظيم وكانوا أهلا لهذه البشارة وهذا الفوز. نعم. قال ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة. نعم، هذا الجهاد الذي هو جهاد الشيطان جهاد حبيب إلى الله سبحانه وتعالى وعظيم شأنه عنده جل في علاه ويرفع به العبد درجات، لأن هذا الشيطان تسلط على هذا الإنسان ليجعله بعيدا عن الله محروما من ثواب الله مستوجبا لسخط الله وعقابه ودخول النار، هذا الذي يريده هذا الشيطان. فعداوته للإنسان أشد عداوة وأشنع وأضر عداوة على الإنسان، ولهذا جهاد الشيطان من أعظم الجهاد، ولا يمكن أن يستقيم للمرء طاعة وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذا الجهاد، لأنه إن لم يجاهد هذا العدو فسدت حاله، إذا لم يجاهد الإنسان هذا العدو والجهاد المستمر تفسد حاله، لأن عدوا يراك ولا تراه ويأتيك من كل جهاتك ولا يفتر ولا ينثني ولا يمل من الصد والكيد والمكر بهذا الإنسان، هذا لا شك أنه يتطلب جهاد عظيم جدا،
لهذا العدو. وهذا الجهاد شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهو جهاد حبيب إلى الله جل وعلا، وثواب أهله عند الله عظيم. قال: فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخاصته لخاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذه الحرب. الحرب التي بين الشيطان والإنسان كلها متركزة على القلب، قلب الإنسان كلها، والتسلط تسلط الشيطان كله متركز على قلب الإنسان، لأن الشيطان يعلم أن هذا القلب إذا فسد فسد هذا الإنسان، وإذا انحرف هذا القلب انحرف الإنسان، وإذا مرض هذا القلب مرض الإنسان. الشيطان يعرف ذلك، ولهذا العداوة التي بين الإنسان والشيطان متركزة على القلب، فالشيطان يتسلط على قلب الإنسان بالوساوس والشكوك والهمز والنفخ والنفث، تسلط على قلب الإنسان، وأيضا يدرس قلب الإنسان إلى أي شيء يميل، وما هي وجهة هذا القلب، حتى يعين السبيل الذي يحرفه إليها من خلال ما يكون في الإنسان من ميل. فكل ما يحيكه هذا الشيطان كله متعلق بهذا القلب. والنجاة في هذه الحرب مع الشيطان أن يحرص المرء على صيانة قلبه وسلامته من همز الشيطان ونفخه ونفثه. نعم. قال: وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير. كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، هذا معنى معقبات، يعني يتعاقبون. نعم. ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله وينصرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. نعم. ولهذا الشيطان له لمة للقلب، وهي إلى شر، وللملك لمة، ولمته إلى الخير. نعم. قال: ثم أمده الله سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وأعوانا إلى أعوانه، وعدة إلى عدته. هذا جند يؤيد الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن وينصره به. ولهذا كل ما كان عظيم التمسك بهذا السلاح والعناية به كان أنجى له من هذا العدو. والمراد بالسلاح الوحي المبين، القرآن والسنة، والاهتداء بهدي الله ولزوم شرعه وطاعته جل في علاه، هذا كله جند ينصر الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن على هذا العدو. نعم. قال: وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة
فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. آمين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم تفضل علينا واجعلنا منهم من حزبك وأوليائك يا حي يا قيوم. نعم. اللهم آمين. قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. تأمل هذا الكلام، هذا كلام عظيم جدا، يعني أن العبد كلما كان على الإيمان والطاعة واللزوم لوحي الله والعناية بشرعه والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن له من المدد والتأييد والمعونة ما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى واقيا له من الشيطان، والله عز وجل هيأ له أنواع من المدد التي يوقى بها ويحمى. أعظم ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى ألا وهو دفاع الله سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأيضا المدد الذي أشار إليه أن الله أقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه دعاء أو دعوات قائمة مستمرة من ملائكة الله حملة عرش الرحمن، وهي دعوات مستجابات لهذا الإنسان بأن يقيه الله السيئات وأن يغفر له الذنوب. هذا كله مدد. وعناية العبد بالقرآن وما يترتب على هذه العناية من وجود اليقين والإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا كله مدد. نعم. قال رحمه الله وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الجهاد قائمة على أربعة أمور حتى ينتصر العبد على هذا العدو، قائمة على أربعة أمور: الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. كل هذا سيوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربع، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي القلب وحراسته. وهي القلب. لا، في كلام قبله، اقرأ من نسخة أخرى. وهي إلا بمصابرة العدو وهي موافقته ومنازلته. وهي موافقته ومنازلته. هذا سلم من أول الأمر للشيطان، إذا وافقه يكون سلم له. مقاومته. أما إذا وافقه إذن سلم في الحرب من أول مرة. مقاومته. وهي مقاومته ومنازلته. نعم. وهي مقاومته. نعم. وهي مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغور القلب وحراسته. لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو،
ولزوم ثغر مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، والمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. يعني هنا الآن الحرب، هذه الحرب التي مع الشيطان تحتاج إلى هذه الأمور الأربعة: الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، تقوى الله عز وجل. وأعظم ما يتركز الأمر على ثغر القلب، لأن هو الأساس. والشيطان كما تقدم معنا حربه متركزة على القلب، والقلب عنده هو المقصود الأساس في هذه الحرب، لكن عنده منافذ، عنده منافذ، وهي ثغور أيضا ينبغي أن يحصنها العبد، وإلا دخل الشيطان من خلالها، التي هي ثغر العين وثغر الأذن واللسان والبطن واليد والرجل. وهذه المنافذ كل منفذ منها للشيطان عليه من خلال هذه المنافذ خطط وسبل، وكل هذا سيعرضه ابن القيم رحمه الله. وللشيطان فيه وصايا متنوعة لجنوده كيف يدخلون على هذا الإنسان ويصلون إلى قلبه من خلال عينه، من خلال أذنه، من خلال فرجه، كيف يصلون إليه. فيحتاج لصيانة القلب الذي هو الأساس أن يصون هذه المنافذ، أن يصون هذه المنافذ، وأن يكون له عناية بها، لا يجعل للشيطان عليه طريق من أي منفذ من هذه المنافذ. نعم. قال: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان. نعم، هذا شاهد يعني يذكره ابن القيم، أن العبد مهما كان أمره من الديانة والصلاح والتقوى لا بد أن يرعى هذه المنافذ، لا بد أن يرعى هذه المنافذ ولا يخليها للعدو، لا يجعل الشيطان عليها طريق. يعني ليتضح الأمر أكثر، إذا كان الإنسان صالح القلب واطمأن هكذا لصلاح قلبه وإيمانه، فلم يبالي بالنظر المحرم، لم يبالي بالنظر المحرم، فأتاح لنفسه النظر المحرم. خاصة الآن الأجهزة الحديثة تعتبر معونة للشيطان عظيمة جدا في الوصول إلى قلوب الناس، ووصل فعلا إلى كثير من القلوب من خلال السمع والنظر. فإذا كان صالح القلب وأتاح لنفسه النظر المحرم والسماع المحرم، فإنه يعد بهذا الصنيع انهزم أمام هذا العدو وفتح له المنفذ الذي يصل إليه من خلاله إلى قلبه، فيفسد قلبه ويمرضه. فيحتاج تحتاج هذه الحرب مع الشيطان إلى صيانة هذه المنافذ ورعايتها والعناية العظيمة بها، لئلا يدخل الشيطان عليه من أي من هذه المنافذ. نعم. قال: وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هي تقوى الله تعالى. جماع هذه الثلاثة يقصد الصبر والمصابرة والمرابطة، هذه الثلاثة جماعها التقوى. فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. لا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر، لأن الصبر لا بد منه حتى يكون العبد من المتقين، فمن لا صبر له لا تقوى عنده، لأن التقوى تحتاج إلى صبر. نعم. قال: فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين،
الآن يبدأ رحمه الله كلامه عظيم وعجيب، الآن يبدأ يصور هذه الحرب ويصور ماذا يقول الشيطان وإلى أي شيء يدعو جنوده وماذا يوصيهم. كل منفذ من هذه المنافذ ماذا يوصي الشيطان جنوده تجاه ذلك المنفذ وكيف يدخلون على هذا الإنسان. نعم. قال: فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف يدال لك مرة ويدال عليك مرة أخرى. أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره. الآن بدأت الحرب، يصورها رحمه الله تعالى بين الشيطان وبين الإنسان. نعم. قال: فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه. أمره نافذ في أعوانه، قلب الإنسان أمره نافذ في جوارحه كلها، لأن الجوارح اليد والسمع والبصر والقدم كلها تبع لمراد القلب، لا يمكن أن تتخلف عن مراد القلب. فالقلب بالنسبة للملك للبدن كالملك مع جنده، الجوارح هي تبع للقلب. فالشيطان نظر إلى هذا القلب، قلب إنسان، ووجده يعني وجد أن أمره نافذا، أن أمره نافذ في 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 جوارح الإنسان، فجعل همه وموطن تركيزه على هذا القلب، قلب الإنسان. قال: وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. نعم. يعني احتاج حينئذ، الآن أصبح القلب والجوارح متحصنة من هذا العدو، فمن أجل أن يصل إلى القلب لابد من مخامرة بعض الجند، يعني التي هي السمع أو البصر أو اليد أو القدم أو الفرج، لابد من مخامرة، يعني مخادعة هذه الجوارح ومخاتلتها حتى تضعف فلا تصبح جهة حصينة. فإذا أصبحت ليست جهة حصينة استطاع الشيطان أن يصل إلى القلب، وهو البغية المرادة. نعم. فسأل من أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها. نعم، يعني انظروا إلى ماذا تميل النفس. ولهذا الشيطان كما قال بعض السلف يشام النفوس، يشام النفوس يعني ينظر إلى ماذا تميل، ماذا ترغب. ولهذا أحيانا عندما يشام النفس يجدها ميالة إلى الطاعة، فيأتيها إلى هذا الجانب الذي تميل إليه، يجعلها تتشدد في الطاعة حتى تقع في الغلو الذي لا يقبله الله، يشغلها بالغلو والتنطع الذي لا يقبله الله وليس من دين الله، فيأتيه من هذا الجانب. إذا كان يجدها ميالة إلى الكسل أضعف فيها حب الطاعة والميل إلى العبادة، وإذا وجدها ميالة إلى الملاذ والشهوات حبب إليها الفواحش وما وجعلها ميالة إليها، وهكذا يعني يشام النفس، ثم من خلال ميولاتها يجر الإنسان إلى الخروج عن شرع الله. قال: وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة. هذه الآن يعني خطة الحرب، خطة الحرب لهذا
العدو مع هذا الإنسان قائمة على يعني دراسة هذا الإنسان ومعرفة ميولاته، ثم البدء بالنزال معه حتى يصل الشيطان والعياذ بالله إلى البغية، وهي إبعاد هذا الإنسان عن دين الله جل وعلا. نعم. قال: فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير؟ إذا وصلتم من القلب من خلال هذه المنافذ انتهت الحرب، أصبح قتيل أو أسير لكم، أصبح هذا القلب قتيل أو أسيرا لكم، وفزتم بهذا الحرب وهذا السجال، وأصبح النصر لكم على هذا الإنسان. نعم. أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور، ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. نعم، يعني احرصوا على أن تبعدوا هذا الذي أثخن بالجراحات واستوليتم على قلبه، ألا يصل إليه يعني هدى أو يصل إليه حق. ولهذا من الخطط في هذا الحرب أن الشيطان يبعد من كان كذلك عن مجالس الهدى وعن سماع الهدى وعن مصاحبة أهل الحق والهدى، ويبغضهم إليه ويظهرهم عنده بالصورة الشنيعة البشعة البغيضة إلى غير ذلك، لأنه يغلق بهذا المنافذ التي من خلالها يصل الهدى إلى قلبه. نعم. وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها. إذا ما استطعتم الصد للسرية التي يصل من خلالها الهدى إلى هذا القلب، فحاولوا على أقل شيء أن تضعفوها وتضعفوا النفع الذي يصل منها إلى قلبه، حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني شيئا. نعم، يعني إما استطعتم الرد فحاولوا على الأقل أن تضعفوا هذه السرية حتى تصل إلى القلب ضعيفة، فلا تكون محققة البغية نعم، ولا تكون محققة البغية في هذا. نعم. قال: فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا. نعم، يعني الآن بدأ يفصل في كل ثغر من هذه الثغور، ثغر العين، ثغر الأذن، ثغر كل ثغر، يعني ماذا يخطط الشيطان تجاه كل ثغر من هذه الثغور. قال: بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة. نعم، يعني هو يتدرج مع في من خلال ثغر العين، يتدرج مع الإنسان أولا أولا بالنظرة العابرة، يعني النظرة العابرة، قل أفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان للشهوة، يعني قد تكون نظرة عابرة ليس فيها ميل لشهوة أو ميل لحرام، لكن يقفز الشيطان حينئذ من خلال هذه النظرة فيحولها من نظرة عابرة إلى شهوة إلى حرام، ويدخل حينئذ من هذا المنفذ. نعم. قال: فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه ودونكم ثغر العين، فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. يقول: ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، يعني النظر يعني مدخل من أقوى المداخل التي يدخل منها الشيطان على قلب الإنسان. قال: فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر. نعم، يعني لا تهملوا أمر هذا الثغر الذي هو العين، وتابعوا هذا الإنسان، وإذا حصل النظرة العابرة لا توقفوها عند هذا الحد، حولوها إلى نظرة شهوة،
ثم تقودونه من خلالها إلى الخروج من العصمة التي هي الطاعة، طاعة الله جل وعلا. قال: وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق. يعني بالبداية قولوا له مثل هذا المعنى حتى يهون عليه يعني أمر النظرة. ولهذا يعني دخل الشيطان فعلا على بعض الناس بأن يجعله ينظر إلى مثلا محاسن المرأة أو نحو ذلك، ينظر إليها وهو في نفسه يقول: حتى أسبح من خلقها وأعظم من خلق هذا الجمال وهذا الحسن. يأتي من هذا المدخل، ودخل على يعني بعض الصالحين من خلال ذلك، ثم يحول ذلك إلى الفساد العظيم والشر الكبير. نعم. قال: قولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. نعم، يقول له الشيطان: أنت انظر فقط حتى تقول تبارك الله أحسن الخالقين، وتنظر إلى جمال الخلق وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى فتعظم الله، ويدخل في هذا المعنى، وله من وراء ذلك أمر آخر. نعم. قال: وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. ما خلق الله لك العين هذه سدى، خلقها حتى تنظر في مخلوقات الله العظيمة، لا لتحجب عن نفسك هذا النظر. هذا النظر يوصلك إلى تعظيم من خلق هذه المخلوقات، فيدخل عليه من هذا. نعم. قال: وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له: هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه. نعم، هذا دخل مدخل آخر، هذا دخل من خلاله على الطرقية وأصحاب الباطل والتصوف، دخل عليهم حتى أوقعهم من خلاله في الإلحاد والعياذ بالله. نعم. فادعوه إلى القول بالاتحاد. نعم، يعني الاتحاد الذي هو عقيدة من أفسد العقائد، وهي أن الخالق متحد في المخلوق، تعالى الله عما يقولون، سبحان الله عما يصفون. فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال. نعم، يعني إذا وصلتم هذا الشخص، إذا وصلتم إلى إيقاعه في هذا الإلحاد وأصبح على هذه العقيدة، انتقلوا به إلى الزهد، انتقلوا به إلى الزهد، الزهد في الدنيا والتقشف. لماذا؟ نعم. قال: لأنه يصبح مصيده للشيطان. بعد أن يصل به الشيطان إلى هذه المرحلة من الإلحاد والانحراف، يدعوه إلى الزهد والتقشف والتبدل إلى غير ذلك، حتى يؤثر في تقشفه وتزهده في الناس، من أجل أن يوصلهم من خلاله إلى الإلحاد الذي وصل إليه. نعم. قال: فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. يعني يقول الشيطان: إذا وصلتم إلى شخص، أو وصلتم شخص إلى هذه المرحلة، إذا استطعتم أن توصلوا شخصا إلى هذه المرحلة، فهذا يعتبر من أكبر خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه، بل أنا أصبح من جندي وأعوانه. ولهذا والعياذ بالله، يعني أساطين هؤلاء الملاحدة وكبار هؤلاء، كم أفسدوا في العوام والجهال، وإلى هذا الأمر أشار، إلى خطورة هذا الأمر أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لأن الشيطان لا يزال يستخرج من هذا الإنسان جنودا يصبحون أئمة الضلال. إذا تخرج على يديه هؤلاء الأئمة، أئمة
الضلال كفوه المؤنة وأفسد من خلالهم خلقا، ولهذا خطر هؤلاء أئمة الضلال على الإنسان هو أشد الخطر والعياذ بالله. قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. قال رحمه الله: فصل. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستجمله وتخيروا أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء. هذا تسلط الآن الشيطان والعياذ بالله على ثغر الأذن، كيف يفسد على الإنسان ثغر الأذن؟ بأن يحبب له سماع الحرام ويزين سماع الباطل والكلمات الباطلة المحرمة، يجعل هذا الإنسان يستعذبها ويستحليها ويستمتع بسماعها، والشيطان لا يزال يرغبه في سماعها، وكلما زاد هذا السماع لهذا الباطل وهذا الحرام زاد البعد عن ذكر الله وسماع القرآن وسماع أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كلما زادت عناية الإنسان بهذا السماع المحرم أبعده عن سماع الحق والهدى. واقرأ في أول سورة لقمان، اقرأ في أول سورة لقمان ما يوضح لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن العظيم ووحي الله جل وعلا الكريم وما فيه من الهدى والسعادة والفلاح بقوله جل وعلا: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فهذا اللهو هو الذي يبعد عن القرآن، والشيطان يتسلط على الإنسان ليبعده عن القرآن من خلال هذا اللهو، لهو الحديث، ويتسلط عليه. وكل ما مكن لهو الحديث من سمع الإنسان وحبب إلى الإنسان سمعه، بالمقابل يبغض إليه سماع الهدى والوحي كلام الله وكلام رسوله. نعم. قال: فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به. احرصوا أشد الحرص أن لا يسمع شيء من الوحي، لا يسمع لا القرآن ولا الحديث ولا كلام النصحة، احرصوا على ذلك. لكن لو غلبتم وسمع شيئا من الكلام ودخل في من أذني شيء من هذا الكلام، انتقلوا إلى مرحلة أخرى، احرصوا أن لا يفهمه وأن تشغلوه عن فهمه. نعم. إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه. يعني بعض هؤلاء قد يصل إلى أذنه الحق ويسمعه، وربما أيضا يعجبه، يأتيه الشيطان ويقول: أينك وهذا؟ هذا ليس لك، هذا لأناس آخرين، أما أنت ما لست مهيئا لهذا، وهذا أمر كبير وعظيم وأنت لا تصلح له، لا تصلح لهذا ولست مهيئا، فيبقيه على ضلاله وإعراضه. نعم. وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس، بما هو
أعلى عند الناس أو أغلى. نعم. بما هو أغلى عند الناس وأعزهم عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر. وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار. نعم، يعني ذلك. الآن لما يأتي للإنسان إلى 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 مجتمع تغلب عليه المعاصي ثم يوفق أحد هؤلاء إلى الطاعة والعبادة، يتسلط عليه الشيطان ويقول يعني إذا دخلت في هذه أصبحت أنت مهجورا وأصبحت منبودا وأصبح ليس لك شأن، ويبغض إليه الدخول في الديانة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة. نعم. فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكره ويثقل عليه. هذه قاعدة عامة، يعني قاعدة عامة وضعها الشيطان لهم لجنوده في طريقة التعامل مع الإنسان. قال فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكره ويثقل عليه. فحببوا إلى نفسه المعصية وثقلوا على قلبه الطاعة. نعم. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب بكثرة الفضول. نعم، يعني حتى إن بعضهم إذا سمع شخصا يدعو إلى معروف أو ينهى عن المنكر قال له قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كم يذكر هذا الحديث في مقام رد الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول إذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوان من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر المعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول، يعني هذا من الفضول مما لا يعنيك. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيك أي بأصل الشرع ودلالة الشرع لا بهوى النفس وميولاتها. نعم. قال وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور. إذن هذه الكلمات مثل التجسيم والحركة والانتقال والأعضاء والجوارح والحوادث والأعراض، هذه كلها كلمات محدثة أراد بها من أحدثها أن يصل بالإنسان إلى تعطيل صفات الله وجحدها والتكذيب بها، فهي من مداخل الشيطان، من مداخل الشيطان التي يفسد بها على الناس عقيدتهم ومعرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسماه زخرفا
وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. نعم، ولهذا الأغمار والجهال كثيرا ما يعني أفسدت أحوالهم بزخرف القول، زخرف القول يعني تزيين القول وتحسينه وإدخال الباطل من خلال هذا القول المزخرف المزين. نعم. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسد عليه. نعم، هذا فيما يتعلق بثغر الأذن، وقبله ما يتعلق بثغر العين، ثم انتقل في فصل جديد إلى ما يتعلق بثغر اللسان. نكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم أن يعيذنا وذرياتنا وأهلينا والمسلمين من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.